انا بعيدا عن الاساسيات بتاعت التحكيم، انتقاله وفلوسه وعلاجه والكلام ده كله، ما الاساسيات دي مش موجوده. لا لا لا، ريتها موجوده. ده كلام غير مقبول، وده كلام يتحمله المسؤولين عن الحكام، ولو ما بيعملوش ده لا يبقى لازم يردوا، لان الكلام ده غير مقبول. الحكم لازم يعامل بقيمته، وقيمته هو نجاح الدوري او المنظومه او الكاس او كل المسابقات بقيمه الحكم، مش بس الفرق واللعيبه. وده الجزء اللي المفروض يبقى اكثر احترافيه، لان ده الجزء الاهم لصناعه كل المنظومه اللي انت فيها. لو الجزء ده مهمل ده حاجه انا مش هتكلم فيها، لان لو قلت حاجه ممكن ازعل الناس كلها. لكن انا بتكلم الملاحظات الفنيه، المراقبه الفنيه، اداء الحكام في حاله الحكم المصري متوتر جدا وبيعمل حاجه انا قلت عايز اقولها لك، كنت بقولها للكابتن ابو العلا، اللي هي لما بيغلط بيعمل حاجه اخطر خطوره او اشد خطوره، ان هو بيصلح غلطه لصالح الفرقه الثانيه. مظبوط، صحيح. وده قمه اللا عدل. يعني من حقك تغلط كحكم، لكن مش من حقك تصلح غلط. مبدا التعويض، يعني انا غلطت واديت ده بينالتي، اروح معوض ومدي ده بينالتي. لا، التعويض ده نعمله في الشارع واحنا بنلعب دوره رمضانيه وعشان خاطري والكلام ده كله. دي عالم محترف واحنا مش عارفين نحترف فيه لحد دلوقتي، لان غير مقبول اللي بيحصل. وفي الاخر كابتن جمال الغندور، وانا بثق فيه ان هو خبراته وفكره المفروض يكون اكثر تدخل بقوه في المرحله دي، انا اعتقد محتاج يغير اسلوب الحياه التحكيم، ازاي يتعامل معاهم، ازاي يجمعهم، ازاي يجيب حكام اجانب في مصر، ازاي يجيب حكام من العرب في مصر. لازم يشتغلوا بشكل مختلف، لازم يدخل الحكم المصري في كومبيتيشن. ما تجيش تقول لي اصل ما بيقبضش وبيركب مواصلات وينزل جنب عربيه الفرقه، وده احيانا بيبقى مثير ليه كقيمه او كحكم. الكلام ده كله غير مقبول. الحكم المصري يجب ان يعامل معامله الحكم الاجنبي اللي بيجي مصر. مظبوط. يعني يتوفر ليه كافه السبل والقدرات ان هو يخش بقيمته كحكم مباراه، غير كده غير مقبول. التحكيم المصري سيء في المرحله الاخيره ومحتاج دعم وبشكل مباشر من الكابتن جمال غندور، ودي رسالتي دي، ومحتاج تدخل بافكار مختلفه عن الافكار اللي عشنا منها من القرن الماضي، محتاج افكار مختلفة لتطوير الحكم المصري. وغير كده أعتقد هنفضل عايشين، مش الفار اللي هو الحل، الفار هيخش يسبب لك مشاكل كمان أكتر. يعني لو فاكرين كلنا أن نرمي الموضوع على الفار، القيمة في الحكم قبل ما نفكر في الفار، هو ده اللي أنا بفكر فيه. طور الحكم بتاعك قبل ما تفكر تجيب الفار كمان.